اولا فيما يخص الندوه ديال اليوم اللي هي تنظم الحزب الشراكي الموحد حول الرده السياسيه والحقوقيه اللي كيعرفها تتعرفها بلادنا، وبالمناسبه ديال اليوم العالمي لحقوق الانسان اللي كيوافق 10 جانبيه، هذه مناسبه باش نوقفوا على اوضاعنا الحقوقيه والحريات فيما يخص يعني الحقوق السياسيه والمدنيه. كنلاحظوا استمرار غياب الديمقراطيه، غياب دستور ديمقراطي والفصل ديال السلطات واستقلال القضاء، وهذه هي المؤسسات ديال بناء دوله الحق والقانون. ولهذا كنشوف راسنا باننا لازلنا في المعاناه، لازالت الفوارق الاجتماعيه والمجاليه كبيره، مازال الاعتقال السياسي اللي هو يعني اعتقال تعسفي، مازال اعتقال ديال النشطاء ديال الحراك الشعبي ديال الريف، وواحد العدد ديال الصحفيين عمر راضي غيسوني وغيرهم وديال المدونين. كل هادشي كيبين بان بلادنا على المستوى يعني السياسي فهي مازال في ديمقراطيه الواجهه، وربما كاين تراجع حتى على ديمقراطيه الواجهه مع الانتخابات الاخيره كيف جرات وكيفاش عطاتنا زواج المال وزواج يعني السياسه وزواج المال والاعمال، كيفاش عطاتنا واحد الحكومه اللي هي غاديه في منحه ليبرالي متوحش وكتضرب في الحقوق وفي الحريات وكتزيد في الغلاء ديال المعيشه وفي الثمن ديال المحروقات، وكيفاش انه اليوم مازالين حنا كمغرب 60 سنه وكثر من بعد الاستقلال مازالين ما قدرناش نطالبوا باستقلال يعني سبته ومليليه والجزر الجعفريه، وانه نطلبوا من اسبانيا وفرنسا يعتذروا لنا على الجرائم ديالهم ديال الاستعمار، مازال ما قدرناش اننا نحسنوا الوحده الترابيه ديالنا والصحراء، لانه دخلنا في اتفاقيات ثلاثيه واللي هي كترهننا وكترهن اجيال المقبله لمصالح اخرين، يعني اللي هما يعني موجودين اليوم في بلادنا من اجل الدفاع عن يعني مصالحهم، وانتم تعرفوا ما يجري في العالم. ثم انه اليوم محطه اساسيه باش نوقفوا على التراجعات فيما يخص يعني الحقوق الاجتماعيه والحقوق الاقتصاديه والثقافيه والبيئيه كذلك ديال المواطنات والمواطنين امام هذه الرده وامام هذه المنحه النيوليبرالي اللي كتعرفوا بلادنا.